أنا دائما أسست نفسي في مجال الفنون التشكيلية على يعني صوت زايد، إن دائما هو يرسخ فينا نحن، هو موضوع الثقة في النفس المنبع فيها، منبع إبداعي أصلا يعني، وكل معطيات الإبداع جت من ترسية الشيخ زايد على المنطقة كأمان وإعطاء الحرية في تعبير عن الذات. نحن يوم نركز على ثقافتنا، على إرثنا، على قيمنا، قيم دولة الإمارات اللي نتعلمها من الشيخ زايد، هذه الأشياء اللي لازم نحن نركز عليها. تحدثنا عن قيم كثيرة، ولكن أهم قيم تحدثنا لقيم زايد هي حب الناس ومشاركة الشعب أيضا في عملية اتخاذ حتى القرار والاستماع لهم، فكانت هذه من القيم التي يعني اليوم ركز عليها اجتماعنا أيضا عن قيم زايد.